بص يا سماحة، أنا رجعت الديليت تاني، بس ما بقاش بيسأل ديليت يس ولا نو، يعني زي الدروب كده. لو هعمل دروب على طول بيعمل دروب، الديليت هيديليت على طول برضه. فمش عارف بقى، تخلي بالك بقى، ديليت بيديليت على طول، ديليت هيديليت على طول زي الدروب أو زي النو إكزام. يعني لو عملنا تاني أد مثلا أكاونتنج، كمان سبجكت فيزيكس عازم، وهات مثلا بيولوجي، فيزيكس بيقول لي كلاس فول، اعمله ديليت، دليته على طول وثبت يس ولا نو. كذلك اي حاجه هنا، ديليت العربي اللي عملنا له دروب شاله، بيولوجي هنشيل النو اكزام، هنديليت هنديليت. فجربي كده وقولي لي هل في مشاكل ولا الدنيا ماشيه كويس. بس نشوفكم على خير ان شاء الله.